أمين سر حركة فتح في شوفا ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي. أسعد الله صباحكم بكل الخير سيد مراد. صباح الخير للجميع، رحم الله شهداءنا وشاف جرحانا وفك القيد والقهر عن أهلنا في غزة. آمين يا رب، اللهم آمين. يعني سيد مراد، مستجدات أحوال الطرق واستمرار الإغلاقات على مداخل قرى وبلدات صفارين وشوفة ومناطق أخرى، مع العلم أن حاجز عناب الإسرائيلي المقام على الأراضي الفلسطينية، يعني تحديثا لحالة المرور من خلال هذا الحاجز، هي على مرحلتين، صباحية وأخرى فترة تقريبا المساء. لكن إن أمكن تلخص لنا أحوال الطرق لديكم. نعم، نحن في شوفة، يعني وضعنا تماما كجزيرة بين بحار، مهما عانينا يعني نخجل أن نتكلم عن المعاناة أمام ما يتعرض له شعبنا وأهلنا في غزة وفي قصتنا الحديثة. بالنسبة لقرية شوفة، كما تعلمون حاجز شوفة العسكري والبوابة مغلق دائما، لا يفتح إلا لأوقات عليها 100 علامة استفهام، هذه ملاحظة مهمة، لا يفتح حاجز شوفة إلا لأمور عليها 100 علامة استفهام. حاجز شوفة قرب ابن حافس اللي هو مدخل شوفة البلد مغلق في مكعبات. طريق كفر اللبد كانت مفتوحة حينما أغلقوا جميع القرية تماما، تم فتحها بالتنسيق مع الاحتلال الفلسطيني وتم إغلاقها قبل يومين بسواتر ترابية جديدة. المدخل الجنوبي لشوفة اللي بقي المدخل الوحيد بعد أن أغلقوا كفر اللبد تم فتحه وتواجد عسكري دائم. يعني من المفارقات العجيبة والسخرية، قبل لحظات أخبرنا أحد الأخوة وهو يعني ينقل على سيارة خضار يريد الذهاب إلى نابلس، فأوقفوا الجيش وبعض الراهويته أخبروا أنه ممنوع أمنيا. تخيلوا حتى الخروج على الشارع بحاجة لتصريح أمني، نحن يعني مهزلة لم تمر علينا سابقا، اضطر إلى تبديل شخص آخر يركب السيارة ليذهب إلى نابلس. يعني والجيش يعرف إنه هاي السيارة سيارة الشخص نفسه. وأيضا بلغنا أنه حاجزين شاب على مدخل البلد الجنوبي عندنا. حاليا الخروج من شوفة على المدخل الجنوبي تحت رحمة لتفتيش الجنود، والمرور عبر الشارع الكفافي إلى عناب، وعناب أيضا فيه هذا وإن مر من التفتيش الإسرائيلي، صحيح هذا وإن مر من التفتيش الإسرائيلي، وبذا يعني سجن حقيقي يفرض على منطقة شوفة والمناطق المحاذية القريبة منكم. صحيح، شوفة المشكلة شوفة أنها فعلا جزيرة معزولة، يعني سفارين مغلقة بوابتها، العشرة الكفافي المفروض تكون مدخل بديل إلنا، مغلقة بالبوابة الحديدية، وهناك ظهرت وجود حجارة يبدو المستوطنين الذين قاموا بإغلاقها. وبيت ليد أيضا مغلقة بالتربة. بالنسبة لبيت ليد سفارين يمكن المرور عبر جبارة أو الكفريات إلى تركلم، لكن شوفة حتى المخرج هو مخرج باتجاه الاحتلال والمستوطنين، يعني الوضع ليس وضع سهل، عدا عن عيادتنا، عيادة شوفة مغلقة لها عدة أيام لأن الممرضة من بيت ليد. فنرجو من الصحة أخذ قرار عاجل، وبالنسبة لعيادة شوفة يجب وضع قرار، لدينا ممرضين في شوفة ممكن موظفين في طول كرم، لدينا طبيب عام موجود، يعني الأصل أن تكون عيادة دائما موجودة كمركز صحي في شوفة لأن وضع شوفة غير طبيعي. كيف هذا من شأنه أن يؤثر على سيرورة الحاجات في منطقة شوفة وعلى أهالي المنطقة سيد مراد؟ الحياة طبعا غير مستقرة على مستوى التعليم، طبعا تم إعطائي صلاحيات من قبل الأخ مدير التربية باتخاذ الإجراءات بالنسبة لمدارس شوفة البلد، فنحن في كل دقيقة يمكن أن يكون عندنا تحديث معين. يعني اليوم عملنا برنامج مدمج وجاهي لعدة أيام، لثلاث أيام لأهل البلد، وتيمز ليومين. أيضا أحيانا تكون أنت يعني هناك مجال يأتي مدرسين مثلا من بيت ليد تتفاجأ بإغلاق الطريق المؤدية إلى بيت ليد، في اليوم التالي تتفاجأ بفتحة الطريق وإغلاق الطريق المؤدية في اللبن، هناك ليس هناك أي استقرار لدينا، لذلك نحن نتعامل بمرونة وأغلب التعليم عندنا عن بعد، نحاول إعطاء حصص لبعض الصفوف للمدرسين الموجودين في القرية، نتعامل بليونة مطلقة، ليس هناك برنامج رسمي للتدريس في شوفة.
واضح جدا أنهم دائما وأبدا من خلال هذه الإغلاقات يفرضون محاولين فرض واقع مرير على الأهالي، بالإضافة إلى من أجل محاولات تجييش مثل هذه يعني الأهالي، ربما بتثبيط معنوياتهم وهدم هذه المعنويات، بالإضافة إلى أن الآن يصلنا من خلال الرسالة النصية أن مرحلة المرور أو عملية المرور من خلال حاجز عناب الإسرائيلي المقام على الأراضي الفلسطينية هي عملية إذلال حقيقي للذين يمرون خلاله. إجمالا سيد مراد نتمنى أن تكونوا بخير، وكونوا بخير إن شاء الله، وأشكرك جزيل الشكر أمين سر حركة فتح في شوفا. شكرا جزيلا للسيد مراد دروبي، ونواصل مع حضراتكم في مشوارنا وفي صباحاتنا وكذلك في الأخبار المتحدة.